السلام عليكم، معكم زوير خائدي الملقب ماكيسو، كندير السوشي، قديم في السوشي من 2006 وانا كندير السوشي. راه كيعرفوني الدراري ديال السوشي، ديال ريستورون ديال السوشي، راه كيعرفوني ماكيسو. كان خدام في السوشي شحال هادي وكان براتيكي السوشي صافي لونطون الحمد لله. ودابا كنعاني من المشكل ديال الدياليز، عندي مشكل كلب وحده، كنت عايش بها شحال هادي صافي لونطون، عايش بخير الحمد لله، مجوج عندي ولد الحمد لله. دابا انا مرت على قفله، مرت بالدياليز، خاصني نداوي راسي، كنداوي راسي. لا سينيسيس ما تعاونتش معايا مزيان، لقيت مشكل في لا سينيسيس، قال لي انت ما مديكلاريش فهاد الشركه الاخرانيه لا كورنيش، كنت خدام في هاد الاخرانيه، كنت خدام واحد الوقيته، وقفني واحد الشاف، شاف سليم، قال لي انت ما خدامش ليا. ملي مشيت قال لي في الزنقه ديك النهار الغد لي مشيت، حس براسي مزير بزاف، مشيت عند طوب ديال قال الكلاوي، قالت لي انت حيت كانوا وجدي من فوق يتنفخوا بزاف، قالت لي انت خصك تمشي دير الدياليز، صافي انت راك ستوبيتي الكلاوي ديالك، وقفوا الكلوى اللي عندك، صافي راه مابقاش تقدر تخدم، خصك تمشي داوي راسك. قلت لها كيفاش غندير، مشيت باش نسول على راسي، مشيت لا سينيسيس باش نديكلاري باش نشوف راسي الامور ديالي، لقيت راسي ما عنديش لامو، هاد الخدمه الاخرانيه ما كانش ديكلاريني في لامو. المهم تكرفست بزاف، مشيت لا سينيسيس باش غندير، قلت لها خصني ندير الدواء ديالي، قالت لي لي بوان عندك مزيان، لي بوان عندك مزيان، بغيت نداوي راسي. قلت لها كيفاش انا ما نداويش راسي من اوسبيتاليزاس، قالت لي خويا ما عند ما نديرو لك قد المشكل ديالك مع الخدمه ديالي. مشيت الخدمه ديالي قال في الامور ديالي، قال لي اخويا ما عندنا ما نديرو لك. المهم قال لي البوان ديالك راه ما هذوك، راه كلشي مزيان، كنعاود نرجع، بقيت كنمشي ونجي ونمشي ونجي بدون نتيجه. المهم اضطريت خصني ندير دياليز في البلاصه، خصني نمشي للدياليز، مشى معايا واحد الدري دادو الله يجازيه بخير، دخلني لواحد لوبيتال كان في شارع محمد الخامس، مشي دخلني ودار لي الدياليز، داروا لي، مشيت لواحد لوبيطال بعدا فين قادوا لي العرق ديالي في العنق، قادوا لي العرق بيكاوني واحد اليومين، مشيت عاوتاني درت الدياليز على حساب دادو في محمد الخامس. بقيت غادي كندير دياليز كل يومين، خصني نمشي ندير دياليز يعني خمس ثلاث ايام، ثلاثه المرات في السيمانه. وانا في الاول كنت ما حاسس براسي بحيت مريض وداكشي، كانت معايا اختي كتمشي معايا وتجي معايا، واحد الوقيته كنسولها قالت لي كتقول لي راه 500 درهم باش كدير الحصه، كنحس بها راه بزاف، واحد الوقيته وجيت نخلص انا من جيبي من عندي. المره الاولى الثانيه الثالثه خمسه سته صافي، حتى واحد الوقيته عييت. دابا انا عييت كنطلب من الله الناس يعاونوني، انا عييت وكنطلب الناس يعاونوا معايا باش ندير دياليز، والحمد لله توفقت وجمعوا لي الناس الدراري ديال المدينه، جمعوا لي فبركه باش غندير دياليز، الحمد لله دابا كندير بهاد الدياليز. ولكن هاد البركه راه واحد الوقيته غادي تقاضى، حيت شحال ما كانت مليون جوج مليون، شحال ما كانت حيت دياليز راه الله يحسن العوام. اون بليس دو سا راه كنزيد، ملي كيزيدوني الدم كنخلص 1800 درهم. واحد المره بقاو كيتسالوني شي خمسه الحصات، الحصة اللي من موراها مشيت باش ندير دياليز، وقفتني الطبيبة ديال تما قالت لي حبس خاصك تخلصني، يلا غير بيكيوني، قالت لها بلاتي ما تبيكيش حيت خاصني تخلصني. قلت لها غادي نخلصك صافي، لا عندي فلوس، ديك الفلوس اللي كنعطوني الدراري بغيت نخلص بها، قالت لي بلاتي اخويا تخلصني. المهم حبست، خرجت لعندها، مشيت خلصتها 2800 درهم، عطيتها فلوس زيادة، وبقات عندي بركة قليلة الحمد لله، اللهم لك الحمد. غير هو كنطلب من الناس يعاونوني، يتعاونوا معايا، حيت صراحه 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 الله انا ما كنطلب حتى شي حد، هو كنطلب الله سبحانه وتعالى يسر لي فولاد الناس اللي تعاونوا معايا باش ندير الدياليز، حيت راه الله يحسن العوان. ودابا ما خدام، ما عنديش حتى خدمه، حيت كندير دياليز بزاف ثلاث مرات في السيمانه، راه الله يحسن العوان، كنخرج سخفان، كنقفقف كاع ملي كندير دياليز، كنسالي كنبدا نقفقف حيت بيكاوني في العنق ديالي، راه الله يحسن العوان. دابا يلا 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 خلصت،
الفيسيل كتسمى الفيسيل المكانه. يلا خلصتها، يلا غير بداو بيكيوني من يديا، وكنطلب المساعده. الله يسهل عليكم، تعاونوا معايا. يلا ملي تزاديت ملي تزاديت حيت والديا ما توماس وخلاوني باقي صغير، خلاوني بوحدي. الحمد لله كنت انا كنت عايش بهادشي من 2009. درت هذا الاوبيراسيون في غاندي، درت الاوبيراسيون. قال لهم راه الطبيب اللي كاين تما كاين، قال لهم راه مشكله راه عنده، كل واحد راه خصو تعاونوا معاه. هو ما قالش لي يدير المسوس، هو كان خصني ناكل مسوس، ما قالش لي ما ورانيش نوعيه المرض ديالي. الحمد لله دوزت ديك المرحله وصحيت وليت بخير وعلى خير. عرفاتني ملي تزوجت، عرفاتني انني كنت مريض وهذا الشيء، عرفاتني عندي كل وحده، ولكن كنت عايش بخير. كل وحده عايش بخير، كناكل مسوس وبخير. نهار مرضتي بالدياليز عرفاش بانك مرضتي؟ لا الدياليز نهار الطلاق ديالي، نهار غنديرو الطلاق قبل منا بنهار مشيت باش وصلت مع المشاكل ووصلت مع الطلاق اللي غدا مشيت ندير دياليز. يعني ديك الشيء جا مفاجئ في البلاصه. واه يعاونوني ماديا حيت الدياليز راه كيخصو الفلوس، حيت ما كتلقاش الوقت باش تخدم. عندك ثلاثة مرات في السيمانه وانا عندي خدمتي، عندي حرفتي، حيت انا كندير السوشي الحمد لله كومبيتونس في السوشي. حتى الا جات شي خدمه ان شاء الله نخدم بها مزيان، يتعاون معايا هذاك الباترون في الخدمه وصافي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.